بنلاحظ انه في العقد الثامن بيكون في عندنا عاده يعني ها بدايه تغيير، مش بدايه تغيير، بدايه اما تحويل او تثبيت او تغيير او سقوط، هكذا يحدث امر. في حاله هذه في حاله دوله بني اسرائيل في فلسطين في ذلك الوقت بعد سيدنا سليمان عليه الصلاه والسلام بدا التفسخ. عاشت هذه الدولتين، يعني احنا قلنا 900 وتقريبا 30 قبل البلاد، عاشت الدولة حوالي 200 سنة كل واحدة منهم، لكنها في فوضى وفي يعني وضع صعب جدا. لم تكن هناك دولة بمعنى الدولة، يعني صارت أصبحت عبارة عن شيء هكذا عبثي. فلذلك الهجوم الآشوري الذي حدث على مملكة الشمال في عام 722 تقريبا 722 قبل الميلاد أدى إلى دمارها بالكامل، وكان قد مر عليها في ذلك الوقت 19 ملكا. ففي هذه المرحلة يعني المملكة الشمالية سقطت بعد حوالي 200 سنة، لكنها عموما سقطت. المملكة الجنوبية مملكة يهوذا عاشت بعد حوالي 135 سنة أخرى، ولكن كانت مستقرة أكثر، بدليل أنه في عندنا زيادة 130 سنة تقريبا، يعني حوالي كلها مع بعض حوالي 330 سنة. وفي هذه 330 سنة كلها كان هناك أيضا 19 ملكا، 19 ملك معناها الملوك كانوا يحكمون فترة طويلة، فالاستقرار كان واضحا في المملكة الجنوبية، ولكنه في النهاية لابد لكل مملكة من أن تسقط في النهاية، ولابد من كل مملكة من تغيير. هكذا طبيعة البشر وطبيعة الدول، بتشيخ وتنتهي وتموت، وهذا الذي حدث فعليا في المملكة الجنوبية. لماذا كانت مستقرة أكثر؟ يبدو أنهم قربهم من المنطقة المقدسة بالذات اللي هي منطقة القدس بالذات كان له دور في تثبيت حكم بني إسرائيل في هذه المرحلة، اللي هم أقرب إلى المحافظة إن صح التعبير. حتى جاء نبوخذ نصر ومملكة بابل وهاجم المملكة الجنوبية فعليا، وهاجم مدينة القدس بعد أن يعني كان الفساد قد استشرى في الأسرة الحاكمة في ذلك الوقت، وحدث الهجوم على مدينة القدس تحديدا العاصمة، والسبي البابلي الذي يثبت يعني رقمه في التاريخ اللي هو السنة، عادة بثبتوها بسنة 586 قبل الميلاد باعتبار أنه في ذلك العام هاجم نبوخذ نصر فعليا هذه الدولة وسبى بني إسرائيل. ماذا يعني السبي؟ سبي بني إسرائيل إلى بابل ماذا يعني؟ طبعا ملحوظة، بنو إسرائيل ليسوا الشعب، بنو إسرائيل هم الأسرة الحاكمة، الشعب هم الكنعانيون، والكنعانيون مع الزمن مع ازدياد الهوة بين الطبقة الحاكمة والشعب لم يكونوا فعليا على نفس الخط، يعني ما كانوا على نفس الخط، وحتى ربما لم يكونوا على نفس الديانة، يعني الكنعانيون لم يعودوا موحدين مع الزمن فعليا، لكن بنو إسرائيل هم الموجودون في ذلك الوقت. ما المقصود بالسبي؟ هنا عندنا قانون من قوانين التاريخ أيضا، كل نظام جديد لابد من أن يتخلص من رموز النظام القديم لضمان قوة النظام الجديد. يعني الآن بنو إسرائيل هم العائلة المالكة، فلذلك كان لابد للنظام الجديد اللي هو مين؟ اللي هو نبوخذ نصر والبابليون من أن يبعدوهم أو يقتلوهم أو يزيلوهم، هنا اختاروا لهم الإبعاد. طبعا عندنا أمثلة في التاريخ على ذلك، العثمانيون مثلا كانوا العائلة الأسرة الحاكمة في الدولة العثمانية، بعد أن سقطت الدولة العثمانية مع إسقاط الدولة العثمانية في سنة 1924 كان هناك قرار من البرلمان، برلمان الدولة الجديدة، النظام الجديد، نظام الجمهورية التركية، بإبعاد آل عثمان خارج البلاد. لماذا؟ لأنهم يمثلون فعليا رموز النظام القديم، فلا بد للنظام الجديد أن يبعدهم. طبعا وصل الأمر في حالات معينة مثل العهد العباسي مثلا أنه لم يخرجوا النظام القديم اللي هم أسرة الحاكمة بنو أمية، وإنما قضوا عليهم قتلا، لكن هنا تم سبيهم. وعلى فكرة عندنا هنا ملحوظة مهمة جدا، بنو إسرائيل لم يكونوا عبيدا في بابل، ومكثوا هناك فعليا أقل من 50 سنة، فلكن لم يكونوا عبيدا، هم نقلوا باعتبارهم الأسرة الحاكمة إلى بابل. هناك ضاعت التوراة التي نزلت على موسى، وأعيد كتابة التوراة التي نعرفها اليوم، بداية كتابة التوراة التي نعرفها اليوم، وهذا السبب في أنها تسمى التوراة البابلية إلى حد كبير، وبدأت كتابة شروح التوراة التي ستسمى لاحقا التلمود. أما الكنعانيون في أرض فلسطين فعادوا إلى الوثنية بشكل كامل تماشيا مع العهد البابلي الجديد، وبالتالي
صارت الأمور الآن واضحة عندنا، لماذا كان سبي بني إسرائيل بشكل أساسي، وكيف مكثت الأرض فعليا مع سكانها الأصليين لكن دون الأسرة الحاكمة.